إسرائيل بدأت بالتحرك بشكل مكثف وسريع من أجل التقدم واجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة. التفاصيل كانت قد نشرت اليوم على القناة 12 العبرية، بالإضافة إلى مصادر أخرى عبرية مهمة مثل JNS وكذلك الإسرائيل وروم. لا بل إن حتى أن هنالك مصادر خاصة من حركة حماس تحدثت اليوم مع العربية الجديد وأكدت بأن إسرائيل فعلا ذاهبة لاجتياح مدينة رفح رغم كل الضغوط التي تعرضت لها. لا بل إن حتى إسرائيل بدأت بتوجيه ضربات جراحية على عدد من النقاط الموجودة في مدينة رفح من أجل تهيئة الأرضية للتقدم إلى هذه المدينة المهمة للغاية. شبكة القدس الإخبارية نشرت في 24 ساعة الماضية عدد من الضربات التي نفذتها إسرائيل داخل مدينة رفح. كما تلاحظون هذه واحدة من النقاط التي استهدفت، التي دائما ما تقول إسرائيل بأنها نقاطا تابعة لقيادات وعناصر حركة حماس الموجودة في مدينة رفح. وهنا بعض العلامات المهمة التي يجب أن ننتبه إليها لكي نفهم ما الذي تهيئ له إسرائيل. هنا تلاحظ بأننا أمام مبنى وشارع فرعي وكذلك مبنى مستقل فيه العديد من الأشجار ومبنى واحد، وطبعا مقابل هذا المبنى عدد من المباني، يعني بأننا أمام شارع فرعي. نلاحظ بأننا أمام خزانات أيضا باللون الأسود، مساحة مفتوحة هنا، الطفل يقف على مبنى مرتفع من النقطة المستهدفة، وأن هنالك سطح أيضا مرتفع هنا سيكون مفيدا عند تدقيق هذا الأمر بالقمر الصناعي. وأيضا هنالك ضربة أخرى في نقطة أخرى، تلاحظ بأننا أمام شارع أيضا ذهابا وإيابا، وبأن هنالك نوع من الشجيرة الصغيرة هنا التي تأتي باتجاه المبنى الذي استهدف، مساحة مفتوحة هنا بجانب المبنى، شارع فرعي، مبنى كبير، واضح بأننا أمام محال، يعني أن هذا المبنى كبير كما هو واضح، وكذلك خلف هذا المبنى ليس هنالك شيئا، وعلى هذا الأساس واضح هذه النقطة التي استهدفت من قبل الجانب الإسرائيلي. إذا ما اتجهنا إلى القمر الصناعي لكي ندقق كل هذه التفاصيل، هذه مدينة رفح هنا جمهورية مصر العربية. النقطة الأولى التي استهدفت هي تبعد 3 مربعات سكنية عن الحدود مع جمهورية مصر العربية، والنقطة التي نتحدث عنها هي هنا بالضبط. لنتجه إلى الشمال قليلا الآن لكي نلاحظ هذه النقطة، ودعونا الآن نتوقف هنا. وستلاحظون الآن بأننا أمام نفس العلامات، هذا هو الشارع الفرعي، المبنى المستقل مع الأشجار التي تحدثنا عنها، وهذا هو المبنى المستقل، وكذلك أمامه كل هذه المباني، يعني أننا أمام شارع فرعي، وهذه هي نفس الخزانات، نفس المبنى الذي كان يقف عليه الطفل طبعا، وأيضا نلاحظ هذه المنطقة المرتفعة وهذه المساحة المفتوحة، كل شيء متطابق، ويعني أن هذا المبنى بالضبط هو الذي ضرب. ولاحظ بأن هذه نقطة قريبة للغاية، تعتبر نوعا ما من الحدود مع جمهورية مصر العربية وفي كل هذه المنازل. النقطة الثانية تأتي بهذا الطريق، باتجاه هذا الطريق المتجه إلى عمق مدينة رفح كما تلاحظون، وهذا هو المبنى بالضبط الذي استهدف. دعونا نتجه إلى اليمين، هو مطل على هذا الشارع الذي نراه. هذه المدينة تتعرض إلى الكثير من هذه العمليات، ترى هذا هو الطريق ذهابا وإيابا، هذه هي الشجرة الصغيرة التي كانت موجودة، يعني أن هذا المبنى المستهدف هنا طبعا، مساحة مفتوحة، طريق فرعي، نفس المحال التي تحدثنا عنها، هذا المبنى مساحة مفتوحة هنا، يعني أن هذا المبنى هو الذي كان هدفا بالنسبة للجيش الإسرائيلي. هذا الطريق يعتبر مهما للغاية، لماذا؟ لأنك عندما تلاحظ هذا الطريق والمباني التي تستهدفها إسرائيل على هذا الطريق، ستلاحظ أن هنالك مساحات مفتوحة في هذا المبنى، تلاحظ أن هنالك مساحات مفتوحة على هذا الطريق عفوا، هذه مساحات مفتوحة مقارنة بهذه المربعات السكنية، طبعا فرق كبير للغاية، والطريق الذي نتحدث عنه هنا، وكذلك أيضا كما نلاحظ البيوت الزجاجية أيضا تعتبر نقاط ضعف في هذه الأرضية، لا يمكن الدفاع عن هذه المنطقة بشكل فعال كما هو حال هذه المدن التي نراها طبعا والمناطق. وهذه نقطة مهمة، لماذا؟ لأنها أيضا متصلة بشارع الرئيسي ومهم، وهو شارع صلاح الدين. شارع صلاح الدين مرتبط بهذا الطريق الذي استهدف فيه هذا المبنى من الجانب الإسرائيلي، وكذلك يرتبط فيه هذا الطريق المؤدي أيضا إلى عمق رفح من عدة طرق. ممكن لإسرائيل بمجرد السيطرة على هذا الطريق ستحقق الكثير، بالتالي بالنسبة للجانب الإسرائيلي هنا طبعا
السيطرة على هذا الطريق سيعني الكثير، سيعني أنهم قادرين على التقدم على هذا الطريق، ويجب أن تضرب كل نقطة ممكن لحركة حماس أن تستغلها، وكذلك يستغلوا المساحات المفتوحة كما هو واضح هنا، وأيضا من الجهة الشرقية ممكن أن يستغلوا كل هذه البيوت الزجاجية لكي يتقدموا، وبالتالي في نهاية المطاف تقوم إسرائيل بتطويق هذه المنطقة وهذه المربعات السكنية الأخيرة لمدينة رفح التي ستعتبر نقطة أساسية بالنسبة للفصائل الفلسطينية والكتائب الأربعة التي تدافع عن هذه المنطقة من أجل أن تقاتل وأن توقع أكبر خسائر ممكنة بالجانب الإسرائيلي. وإسرائيل تهيئ بشكل كبير للقيام بهذا السيناريو بالضبط الذي نتحدث عنه، والتقدم إلى شارع صلاح الدين والأخذ بهذه الطرق التي تستهدف. الطريق الذي طبعا تحدثنا عنه أو النقطة التي استهدفت هذه النقطة الأولى تقريبا هنا بهذا الاتجاه كما حددناها، وكذلك النقطة الأخرى هي تأتي بهذا العمق. لاحظ كل شيء له اتجاه وله استهداف وله رغبة بالتطويق في نهاية المطاف. وإذا ما حاولنا أن نبتعد الآن قليلا، فإسرائيل هيئت في الأشهر القليلة الماضية، في الشهرين والثلاثة أشهر الماضية، هيئت بشكل كبير هذه المنطقة وجعلتها عبارة عن منطقة آمنة بحسب الوور مابر كما تلاحظ هنا. إسرائيل عملت كثيرا في هذه المنطقة لكي تحقق هذا الخط باللون الأحمر أو المنطقة الأحمراء، أي أنها جعلتها منطقة عسكرية لحركة الجيش الإسرائيلي وتقدمت هنا. وهذا التقدم طبعا هو مهم، لماذا؟ لأن الجيش الإسرائيلي ينوي التقدم باتجاه معبر رفح في نهاية المطاف، وهذا هو الذي سيؤدي إلى فتح الباب للتقدم باتجاه محور فيلادلفيا، باتجاه رفح، باتجاه البحر المتوسط، وكذلك أن يبحثوا للتقدم إلى طريق صلاح الدين هنا، هذا الطريق المهم الذي تحدثنا عنه للأخذ بالطريقين الرئيسية، الطريق المستهدف الذي تحدثنا عنه الآن، وكذلك الطريق المؤدي إلى عمق رفح، وهو الذي سيكون صعبا على الجيش الإسرائيلي لكي يخترق هذه المنطقة التي نتحدث عنها الآن. وطبعا الجيش الإسرائيلي هنا من هذه الضربات يحقق عددا من المسائل ضد الكتائب الأربعة التي تنتظر هذه المعركة. إسرائيل بالنسبة لها طبعا هي تضرب هذه الكتائب أولا بهذا الشكل وبهذه الطريقة الدقيقة في كل مبنى من كل المباني التي نراها في مربعات سكنية فيها الكثير حتى من المدنيين، هم يقومون بعملية استهدافها من أجل إضعاف الكتائب الخاصة بالفصائل الفلسطينية وحركة حماس، كذلك هم يحاولون ضرب المقار الخاصة بهذه الفصائل، مستودعات الأسلحة، وكذلك يحاولون تعقب القيادات من الصف الأول والقيادات الميدانية الخاصة بهذه الكتائب وضربها بشكل مستمر كي تتمكن من إضعاف هذه الكتائب حتى ساعة الصفر وتبدأ بالتقدم إسرائيل طبعا بكل تأكيد. وبالتالي هذه كلها واضحة ومدروسة على المستوى العسكري، حتى أن مثل هذه الضربات ستتزايد متوقع في الفترة القادمة، وذلك من أجل أيضا أن تدفع المدنيين في نهاية المطاف أيضا لترك هذه المنطقة شيئا فشيئا، وأن يعوا تماما بأن إسرائيل ستتقدم لهذه المنطقة، حتى أن بنيامين نتنياهو بحسب هذه التفاصيل قام بشراء خيم من الصين، شرى وقام بشراء 40,000 خيمة الآن من الصين من أجل طبعا وضعها في مناطق للإخلاء للمدنيين في مدينة رفح، من أجل أن يذهبوا لهذه الخيام طبعا، وأن يكون هنالك إخلاء لمدينة رفح، وأن تبقى فقط الكتائب الخاصة بحركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى متواجدة، وبالتالي يكون هنالك عزل تام لهذه المدينة، وأن لا يبقى أو لا تبقى فقط ويبقى فقط المقاتلين هنا، ولن يكون هنالك مدنيا واحدا. هذه هي خطة الإخلاء التي تبحث عنها إسرائيل لكي تبدأ بعملية التقدم. وبالتالي هذه الأيام تعتبر أياما مهمة على المستوى العسكري بالنسبة للجانب الإسرائيلي لتحقيق كل هذا التقدم. وماذا عن الولايات المتحدة والضغط الذي فرضته على إسرائيل ومجلس الأمن الدولي؟ طبعا الأمور تغيرت بشكل كبير في 24 ساعة الماضية من خلال زيارة يوآف غالانت وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، التقى بوزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين كما تلاحظون. وكذلك كشفت الول ستريت جورنال هنا مسألة مهمة، قالت لم تركز المناقشات حول كيفية إيقاف العملية العسكرية الإسرائيلية المخطط لها جنوب غزة، بل ركزت على كيفية حماية المدنيين
أثناء بدء العملية، أي أن هنالك ضوء أخضر تام من الولايات المتحدة الأمريكية للمضي قدما بهذه العملية. وحتى السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض أكدت بأن الوفد الذي قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمجرد عدم تصويت الولايات المتحدة الأمريكية بالفيتو في مجلس الأمن الدولي على قرار إيقاف إطلاق النار، أوقف طبعا وفدا كاملا وأوقف مسألة زيارتهم للولايات المتحدة. الآن تمت إعادة جدولة هذه الزيارة، وهم سيتوجهون للولايات المتحدة الأمريكية بحسب التفاصيل التي نشرت من قبل طبعا أكسيوس، أكدت بأنه سيرسل مستشار الأمن القومي الخاص به وكذلك وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، وسيلتقون بالمسؤولين الأمريكيين الأسبوع القادم، بداية الأسبوع القادم، للتهيئة لهذه العملية، إنهاء التحضيرات فيما يتعلق بالمدنيين، وبعد ذلك سنبدأ بهذه المعركة كبيرة للغاية. ويبدو أن تغير الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المسألة، تخفيف الضغط، تصريحات حول موافقتهم على هذه العملية، هو يأتي مرتبطا بعدد من الاستفتاءات التي ظهرت في الداخل الأمريكي حول رأي المواطنين الأمريكيين والشعب الأمريكي بما يجري بين إسرائيل وكذلك حركة حماس في قطاع غزة. على سبيل المثال، هارفارد كابس هاريس كانوا قد نشروا دراسة مؤخرا أوضحت بأن 79% من الشعب الأمريكي هو مع إسرائيل ضد حركة حماس، و 21% هم مع حركة حماس ضد إسرائيل. كذلك هذه الدراسة أيضا أوضحت بأن 69% من المواطنين الأمريكيين يعتقدون بأنه يجب أن يكون هنالك ضغطا على حركة حماس لكي تفرج عن الرهائن وكذلك الأسرى المتواجدين في مدينة رفح أو في قطاع غزة بشكل عام، و 31% منهم يعتقدون بأن يجب هذه الحكومة أن تتغير. نتحدث هنا عن حكومة بنيامين نتنياهو. بالتالي بالنظر لهذه الأرقام وأهمية الانتخابات الأمريكية القادمة بالنسبة لجو بايدن الذي أيضا يواجه من جهة أخرى الجالية العربية المسلمة الأمريكية في ميشيغان وغيرها من المناطق، هؤلاء يقفون نوعا ما ضد جو بايدن، هي مسألة فيها الكثير طبعا من التحدي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية. ولكن واضح جدا بأننا الآن أصبحنا أمام أيام قليلة، قد تكون بعد شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، سنرى شيئا من هذه التحضيرات العسكرية والسياسية والخططية، ونرى فعلا تقدما باتجاه مدينة رفح التي ستكون معركة ضارية للغاية على الطرفين.